معاكم مصطفى محمد، موقع رفنكم من فيديو جديد موضوع عن طريق استخدام برنامج مايكروسوفت اوفيس دون تحميله عن طريق اضافه لمصفح جوجل الكرة. طبعا برامج الاوفيس دلوقتي من البرامج الاساسيه جدا، تدخل في اي مجال ايا كان استخدامها، فليه مجال كتير جدا استخدامها، فاساسيه اي مستخدم ويندوز. ففي طريقتين عشان نستخدم برامج مايكروسوفت اوفيس، اما عن طريق تحميله على ويندوز استخدمه بشكل طبيعي لكن بيبقى مجاني فتره وتحتاج سيريال او كراك او اي حاجه، او في تستخدمه عن طريق الاونلاين مش محتاج كراك اي حاجه، بيبقى مجاني بشكل مجاني، بس تحتاج بس كل اللي انت عايزه انه ايميل هوت ميل على مايكروسوفت. يعني هنستعمل معاكم اضافه ان شاء الله، اضافه اسمها اوفيس اونلاين بالشكل دوت، بعد تعمل لها اد جوجل كروم. تمام، هتلاقي بالشكل ده ظهرت لك. بعد كده يطلب منك تسجيل الدخول على وان درايف، يقول لك عايز تحفظ الملف بتاعتك في وان درايف، تختار وان درايف. بعد كده ساين ان، انا هدخل بحسابي اللي هو على الهوت ميل بتاع مايكروسوفت. تمام، انا هدخل بيه ساين ان. بعد ما تعمل تسجيل دخول بحسابك هيظهر لك الشكل دوت، هيقول لك اعمل الاو للاضافه ديت ان هي تدخل لحساباتك يعني والملفات بتاعتك اللي بتاعت الوورد على الميل هوت ميل. تمام، هنعملها يس. بعد كده تعمل تسجيل الدخول عن طريق الاضافه لحسابك، بعد كده تدوس على الاضافه هنا، هتلاقي نيو اوبن اكونت سيتنج. سيتنج دي مالهاش لازمه، هتلاقي الاكونت بتاعك ده هو الحساب، ساين اوت او ساين ان لو انت عايز. اوبن دي ملفات انت في الون درايف او براوز من الجهاز بتاعك، تفتح مثلا ملف وورد اكسل زي ما انت عايز. بعد كده عندك نيو، تعمل ملفات جديده وورد اونلاين، تختار اي ملف انت عايزه، هدوس مثلا وورد هيفتح لك الوورد اونلاين ويحمل معاك. كل حساب شخصي على مايكروسوفت ليه اكونت خاص على برامج الاوفيس يعني الاونلاين، مسجل عليه ملفات انت كنت عاملها قبل كده. في اضافه سهله جدا بسيطه جدا، بس بتسهلك ان انت توصل بسرعه جدا لبرامج الاوفيس لو انت مش محتاج على جهازك، انت مثلا محتاج من وقت للتاني او مش عايز برنامج مجاني، دي توفر لك جميع الامكانيات الموجوده على برامج الاوفيس الاساسيه بتنزل مع الويندوز. طبعا هتلاقي رابط اضافه موجود في موضوع النهارده ان شاء الله في وصف الفيديو، هتلاقيه موجود. ده كان موضوع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. كان معاكم مصطفى محمد، موقع عرفني بكم.